اوكي. رويدة المحروقي مع حنا السكران. هيدي كانت تجربة لنحضرك نفسيا انه رح تسمع حنا السكران مش بلغة بالعربي ولكن شكرا. بالفرنسي. طب جيبوها بالانجلش. ما بنعرفك تحكي انجليزي كثير منيح. يعني اذا بالانجلش رح اخربط. كيف علاقتك مع اللغة الفرنسية؟ ان بو؟ يعني فيري فيري ليتل، مش كثير. يعني شو بتعرفي تحكي بالفرنسي؟ ميرسي. باردون. والله يعني بعتقد انه حنا السكران بالفرنسي معك رح يكون كله الله ميرسي وباردون. رح نعتذر من المشاهدين شكلنا. باردون. ما رح ينفع. هلا عن جد فعليا رح تبداي تغني حنا السكران، رح نسهل لك اياها انه حتسمعيها بالعربي، نشوفي كلماتها بالعربي وشوي فرنسي. طيب اوكي اسمعي. بنشجع رويدة المحروقي بتغني حنا السكران بالفرنسي والعربي. Il était une fois dans un village un garçon maladroit que Dieu n'est pas très sage. Il n'était pas méchant, mais que disait whatever. Le fou, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh Azouzi, oh Azouzi. وتذكري حنا السكران. كان الزمان وكان في دكان بالحي، بنيات وصبيان نجي نلعب عالمي. يبقى حنا السكران قاعد ألف الدكان عم يصور بنت الجيران. لا 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 لا. وعدوزيني وعدوزيني وذكري حنا السكران. حاولت سريعة بس على فكرة والله تربل يا رب. فكرتك رح تكوني جدا سيئة بالفرنسي. لا سيئة شو، ما لحقت ولا كلمة. لا بالعكس. إلي تي وفو. على فكرة انه بأول مقطع كنتي عن جد كثير منيحة، بالتاني انه شوي ما لحقت انصدمت. بس كيف كانت رويدة المحروقي بالعربي؟ ما شفتها بحنا سكران. سكران رايحة فيها. انتهينا لأكثر فقرة كانت عن مثلك قلق، وكل ما تسمع عنك كنت عم تضحكي. ننتقل نحن وياكي هلا لفقرتنا الثالثة ببرنامج انت مين، وهي ايدي بايدك. اطفالنا اغلى شيء عنا، واذا مرضوا وكنا عاجزين قدام مصاريف علاجهم منفتش على معجزه عمنقذ ياخد بايدنا ويوقف حدنا. وكلنا فينا نكون هالمنقذ اذا قمنا بواجبنا تجاه نفسنا وتجاه الاخرين. يمكن اليوم نحن منا بعازه، لكن مين بيعرف بكره شو مخبيلنا؟ منشوف نحن وياكم هالروبورتاج ومنرجع منكمل حديثنا مع ضيفتنا رويدة المحروقي. نحن هون بمركز سرطان الأطفال Children Cancer Center of Lebanon بالجامعة الأمريكية ببيروت، يلي بيميز هالسنتر إنه بيستقبل كل الأطفال من عمر الولادة لعمر 21 سنة بدون أي مقابل. أنا
اخبارك؟ خليك خليك، شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ ها؟ تعبان شوي؟ شو حاسس؟ عم يوجعني راسي. راسي عم يوجعك شوي؟ مش حلو ابري. وحطوك ابر، الابر مش حلو صح؟ مش مشكلة حبيبي، اتس اوكي. هلا شوي تخف، صح؟ لازم تاخذ شوية ابرة على شوية دواء عشان تخف، صح؟ اخبارك؟ زهقانة بدي امشي. زهقانة بدك تمشي؟ طيب يلا قومي. زهقانة خلاص، شو نسوي؟ على طول زهقانة بدي امشي. طب ما اسألك، اتعرف عليك اي شيء. طب شو اسمك؟ كريم. ما انا شفت على الباب، شفت اسمك على الباب، حلو اسمك. شو كان بتحبي؟ بحب الباسكت. حلو هالبندانة. ماشي. حلو كتير. انت اخترتيها؟ ايه. انت بتحبي الالوان؟ ايه. شو اكتر الوان بتحبيها؟ الازرق. طيب شو بتحبي غير التمثيل؟ الرسم. شفت انا رسومات بالاوضة. بتعرفي ترسمي منيح ولا؟ بعرف ارسم منيح. شو كمان؟ يا رويدة اللي عم بتشع نور، يا أصل الطرب يا نبع السرور، صوتك شدى عالكاين يغنالها، موال يشبه بدر في ليل العصور. الله حبيبي، صح لسانك، صح لسانك حبيبي، يعطيك العافية. وشك اشوف. تعالي بس. شو اسمك؟ شو اسمك؟ مريم. مريم؟ كم عمرك يا مريم؟ شو؟ شكلك نسيتي. كم عمرك؟ قالوا لي عنك انك برنسس؟ انت برنسس؟ ايه. طيب مين قال لك انك انت بلانش نيج؟ هيك لحالك انت قررت انك سنو وايت؟ ايه. شو بتعمل اميرة؟ بتغني؟ سمعيني شي حلو، يلا شخبط شخبيط. يلا شخبط شخبيط، شخبط شخبيط، لخبط لخبيط، مسك الألوان ورسم الحب. شوف شو عم تركزي، قوليلك احكي لي شو عم تركزي. ركزتي شو؟ شو عم تشوفي؟ شو شايفة؟ شو شايفة؟ شو شايفة؟ العدسة؟ شو شايفة؟ هنحطها هون؟ آه.